بدك تدفي الرياق من غرفة رياض؟ لساتك زعلانة؟ لا. طيب فيني أعزمك على فنجان قهوة؟ تعبانة بدي روحنا. ها طيب راحتك. احترام سيدي. اطلعي لبرا دق الباب من جديد، بقول لك تخلي وبتقلي لي الاحترام يا سيدي. يلا شو تشرب؟ اه ولا شيء. شو عم تعملي هون؟ نعم شو عم تعملي هون؟ تفضل. ريتا يا ريتا يا خانو يا انسي يا متى شو بدك؟ لما بنادي ليك بترد، لما بحكي معك لك شو لما بحكي معك؟ كله صيغة أمر، صيغة أمر أنا وبدي مناصرة لست بوزة. حرام عليك بيان، رحمني بقى، أنا بشر. تفضل هات عكازك، تفضل استلم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.